وللحديث أكثر عن هذا المعرض بيسعدنا يكون معنا في الاتصال الآنسة نور زمرلي، مديرة العلاقات العامة في مؤسسة First Target. يسعد صباحك ست نور. صباحك حبيبتي، يعطيكم ألف عافية لكل المستمعين الجمهور الأردني. الله يعافيكي وأهلا وسهلا فيكي. وبداية ست نور، منحب نعرف عن التحضيرات لمعرض البحرين الدولي للمنزل وبموسمه الثاني. نعم أكيد، الشرف لنا. معرضنا معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث عم نحضره للموسم الثاني للسنة الثانية. هو رح يكون بيناير من 7 إلى 9 يناير 2016 في مركز البحرين الدولي للمعارض. طبعا المركز الدولي المعتمد للمعارض الدولية بمملكة البحرين. وهذا المعرض بيشمل كل ما يستلزم المنزل من أساس، من ديكور، من مفروشات، من إنشاءات، من مواد بناء أيضا. نعم، الهدف الرئيسي من هذا المعرض ست نور؟ طبعا نحن هدفنا الرئيسي أنه نشجع جميع الاقتصاد وجميع المستثمرين البحرينية وخارج البحرينيين، كل الدول العربية حتى الدول الأجنبية يشاركوا بقاعة واحدة ضمن نفس الهدف، نفس الفكرة اللي تعطي للجمهور النتيجة المطلوبة، إذا كانت من ناحية تأسيس المنزل، إذا كانت من ناحية تشجيع استثمارات صفقات اقتصادية بهم. هذا المعرض، هي الفكرة. نعم، بنحب نعرف أكثر كمان الدول المشاركة بهذا المعرض، خصوصا أنه يعني أكثر من دولة مشاركة، وأيضا بنحب يكون في مشاركة أردنية بهذا المعرض، فكيف يعني بنقدر نتواصل معاكم أكثر؟ هذا معرضنا رح يضم 30 مبدئيا، هلأ 30 مشارك مبدئيا، وطبعا العدد كرماله عم بيزيد وكرمال المشاركين عم بيزيد أكثر. مبدئيا عنا من دول الخليج، من المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، عندك دولة قطر، عندك مملكة البحرين أيضا، عندك من أمريكا كدولة أجنبية، كمان عنا مشاركة أردنية بس اللي جايين عن طريق السعودية، يعني الشركات تكون لها فروعها بالسعودية. وفيني انتهز الفرصة كمان لأدعي الشركات الأردنية الخاصة بمعرضنا، الأساس، الديكور، المفروشات، تشارك عنا بهذا المعرض. ووجه تحية كمان أيضا للسيد شرف العياجنة، مدير النقابة العامة للأساس التجار والمكيف، كمان يشارك معنا شركات أردنية بهذا المعرض. وأكيد في يعني رقم هو موجود عندنا وإيميل لحتى الشركات يتواصلوا. منحب أيضا تذكري للمستمعين على الهواء كل اللي بيتابعونا وبيحبوا إنهم يشاركوا بهذا المعرض. أكيد، أنا بشرفني يكون عندي بالذات الشركات الأردنية، العالم كمان هون كمنتج أردني يفوت على السوق البحريني، خلينا نقول أرقامنا تكون كالآتي على 00973 36 9 66 8 66، وعلى الإيميل الإلكتروني marketing@ft.ph. طبعا من خلال موقع الإلكتروني www.ftbh.net. إذن هاي هي نتشرف التواصل معنا أكيد، وإحنا كمان أكيد نتشرف بأنه يكون لنا مشاركة بالمعرض، معرض البحرين الدولي للمنزل. ست نور زمرلي، مديرة العلاقات العامة بمؤسسة First Target، بدي أشكر وجودك معنا ونتمنى لكم النجاح بتحضيراتكم لهذا المعرض. شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل المستمعين ولكل الشعب الأردني. تحياتنا لك.